ده الهدف في الاخر. يعني الحوار معاك ممتع بس احنا بنخلص، فهستاذنك نبدا بخمسة في خمسة. خمسة في خمسة هتجاوبني بسرعه جدا. أوكي. افضل خمس مدربين من وجهه نظر محمود فايز في تاريخ الكره المصريه. ممكن تقول ثلاثة، ممكن تقول أربعة، ممكن تقول اثنين، زي ما انت عايز. حسن شحاتة، كوبر، كيروش، مدربين مصريين طبعا، كابتن جوهري طبعا. نعم. جوهري، يا نهار ابيض. نعم. ده استاذنا كلنا. تمام. تكتفي بأربعة؟ في مصريين كتير بقى، يعني في مصريين طبعا كتير بقى. افضل خمس لعيبه في تاريخ الكره المصريه. صلاح طبعا. صلاح. بدون مقارنه. حسن شحاتة الخطيب. كتير برضو. ابو تريكا مثلا. كتير وحسام حسن كتير، ملهاش نهايه طبعا. افضل خمس لعيبه انت تعاملت معهم في المنتخب. كلهم. والله بجد يعني خمس. صلاح، النني، حجازي، علي جبر، كل احمد فتحي، عبد الشافي ده حاجه قصه لوحده. شيكابالا والله ظريف. نعم. جدا انت لو قابل. طيب جدا. كتير. مروان محكو. كتير. كل لعيبه. افضل خمس منتخبات في العالم حاليا. الارجنتين، البرازيل، فرنسا، بلجيكا. بس كده. تمام. خمسه كده صح. افضل خمس مدربين اشتغلت معاهم. كوبر طبعا. ماتورانا. كلهم ناس عظيمه يعني. طيب اخدك في اقر واعترف باسرع ما يكون، واستحمل تقل دمنا في اقر واعترف. اقر واعترف ان كان هناك تحامل من كوبر واسامه نبيه ضد بعض لاعبي النادي الاهلي وعلى راسهم حسام غالي. خالص يعني خالص. هم الغذاء بتاع، هم اللي بيدونا الطاقه، بيدونا كل حاجه. اقر واعترف بوجود خروج عن النص وعدم انضباط في معسكر المنتخب اثناء مونديال روسيا. لا، من اللعيبه ما كانش فيه خروج عن النص، لكن العوامل الخارجيه طبعا يعني عملت خروج عن النص. وبرضه مش المسؤولين الاداريين هم المسؤولين. في ناس كانت بتيجي من بره لكن ما دخلوش. ما احنا حاولنا قد ما نقدر احنا نقفل، لكن لا، ما كان حاولنا نقفل المعسكر قد ما نقدر. طبعا كان باشمهندس ايهاب الهيطه والشباب اللي معاه، طاهر ولا رامي ولا صلاح ولا. اقر واعترف ان الاستغناء عن كوبر كان غلطه الكره المصريه ومصر بتدفع ثمنها لحد دلوقتي. بنسبه كبيره. اقر واعترف ان الدافع بعصام الحضري في مباراه السعوديه كان بضغوط وتوجيهات من هنا بوريتا. لا خالص والله، عمره في حياته. احمد ناجي قال لي كده. والله لا خالص. احنا معانا احمد ناجي قال لي كده. ممكن مع كابتن ناجي. انما كابتن ناجي يعني جالنا احنا بموضوع يعني. بس لا يعني كابتن مش جه يكلمني وقال لي اقول لي الكوبري لاعب. لا خالص بصراحه. اقر واعترف ان اختيار القائمه النهائيه لمونديال روسيا كان فيه كثير من المجاملات والتوازنات. لا خالص والله. خالص على الاطلاق. خالص. اقر واعترف ان المشاعر السلبيه للكثير من جماهير الاهلي تجاه كوبر صعبت جدا ان محمود فايز يكون في الجهاز الفني للنادي الاهلي. لا خالص. لا مش مظبوط. الناس، انا جالي مسجات كتير جدا. كتير جدا على تويتر وعلى الفيسبوك. كلهم بيرحبوا وبيتمنوا يعني. ده شرف طبعا جميل يعني، كنت اشتغل او ما اشتغلش طبعا يعني. تمام. اقر واعترف ان نتائج المنتخب في روسيا كانت لا تليق بتاريخ الكره المصريه. هو تاريخنا الكرة المصرية في كأس العالم للأسف ما لناش تاريخ قوي غير طبعا 90 سنة 90، لكن طبعا لا تليق بينا احنا حتى بطموحنا. نعم. يعني اقر واعترف ان فشل كوبر مع اوزبكستان ثم الكونغو يؤكد ان نتائجه مع مصر كانت بالحظ والتوفيق. لا طبعا. مفيش فشل حتى في اوزبكستان، وانا ما بعتبرهاش فشل خالص يعني. نورتني وشرفتني يا كابتن محمود. والله شرف ليا. بشكرك. شكرا جزيلا ونشوفك دايما ان شاء الله. ميرسي يا حبيبي. نورتنا.